أمس رئيس جمهورية أذربيجان سيد إلهام أليف يعني كان أعلن عن ذلك أنه لدينا شرط وحيد للهدنة أو للسلام بين أرمينيا وبين أذربيجان، وهذا الشرط يعني عبارة أنه الجيش الأرميني عليهم أن تخرج ليس فقط من كرباخ الجبلية وبنفس الوقت أن يخرجوا من الأراضي المحتلة الأذربيجانية، أقصد يعني التي لا تدخل إلى إقليم كرباخ الجبلية. نعم اشتباكات موجودة حاليا في المنطقة وهناك الخسائر من طرف أرمينيا ومن طرف أذربيجان، فنحن فلا نرفض ذلك، لكن علينا أن نعلم أن هناك تقدم كبير وكثير في خط يعني اشتباكات للجيش الأذربيجاني. أمس أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية على لأن تحررت مدينة جبرائيل في المنطقة وتعتبر المنطقة استراتيجية بالنسبة لنا. فما يخص سؤالكم أنه هل ممكن سيطول هذا الأمر؟ الآن يعني الطرف الأرميني عليهم أن يفكروا بهذا الأمر، يعني إما الحرب يستمر إلى مدة حتى الآن لا ندري، إما هؤلاء يخرجون من أراضي الأذربيجانية، لأن سيد الكريم هذه الأراضي الأذربيجانية والكل العالم يعترف بأن الكرباخ الجبلية والمناطق التي في جنب كرباخ الجبلية أراضي الأذربيجانية، حتى أرمينيا حتى الآن لم يعترف. أستاذ رفيز أنا أقصد بالنسبة للطريقة، يعني هل أذربيجان المصرة على انسحاب فوري لأرمينيا أم أنه قد يكون هناك تفاوض على حل وسط ما بين الطرفين؟ نعم هناك يعني في تصريحات السيد الرئيس كان أنه خلي أرمينيا يقدم لنا برنامج الإخراج انسحاب قواتها، يعني انسحاب قوات أن نحن نفهم أنه لا يكون في خلال اليوم أنه مثلا اليوم اتفقوا الطرفين على الهدنة وسيخرج الجيش الأرميني، فهذا طبعا أمر غير طبيعي وغير يعني مستحيل أن تكون هذا الأمر. فقد يأخذ مدة طويلة، يعني مثلا شهرين أو شهر، لكن انسحاب مباشرة صعب جدا لأنه هذا قد يأخذ وقت طويل للجيش الأرميني. طيب أستاذ روفيز، الخارجية الإيرانية، وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت اليوم عن مبادرة للحل وقالت أنها ستعرضها على أذربيجان وعلى أرمينيا وعلى دول المنطقة، كيف تتوقع أن تتعاطى باكو مع مثل هكذا مبادرة إيرانية؟ نعم، علينا أن نفهم أن إيران رغم أنها علاقاتها مع أرمينيا وعلاقاتها مع أذربيجان جيدة جدا، فنحن نعتبر إيران حليفا استراتيجيا رغم أن إيران حليف استراتيجي كمان لأرمينيا، حليف اقتصادي كمان يعني، لكن يعني الإيران ليس لها يعني قوة لتدخل أو لحل هذه المشكلة. لأن ليش سيد الكريم؟ لأن هناك موجود مجموعة مينسك التي عليها مسؤولة أن تحل هذه القضية، وهي عبارة عن الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا. المفاتيح السلام نحن نعتبر أن هي كانت في يد روسيا بمعنى حقيقي، لكن هي تسكت فلا تعمل شيء. يعني على الأقل حاليا موسكو، وقبل قليل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن أعلن أنه سيكون هناك تصريح لجهة الطرفين سواء كان أذربيجاني سواء كان أرميني. أما إيران مع كل احترام الحكومة الإيرانية ليست لها يعني القوة السياسية لتحل هذه المشكلة، لأنه هم لم يقولوا أنه سيمارسون. أستاذ روفيز فقط نقطة، يعني الخارجية الإيرانية قالت أنها ستعرض المبادرة، هي لم تقل أنها ستفرض المبادرة على الأطراف المعنيين في هذا النزاع الدائر في كرباخ. ماذا لو كانت هذه المبادرة الإيرانية ترقى إلى مستوى حل ما بين جميع الأطراف؟ لماذا لا يتم الأخذ بها؟ نحن كدولة المسلمة طبعا نحب إيران ونعتبرهم يعني علاقتنا كما قلت جيدة، لكن حتى الآن إيران ما قدمت أي يعني خطة أو برنامج لطرفين. نشوف إذا كانت طبعا موافقة، هناك سيكون موافقة أرمينيا أو موافقة إيران أذربيجان ممكن، لكن هناك لا يوجد شيء واضح على الطاولة لكي نناقش هذا الأمر مع طرف إيراني أو مع طرف أرمينيا. أخي الكريم، طيب أستاذ روفيز سؤال أخير، هناك اليوم خبر من وكالة سبوتنيك تقول أنه هناك مقتل، يعني يفيد بمقتل 93 من المسلحين السوريين موالين لتركيا، هكذا تقول الوكالة، وأنه هناك اعتقال آخرين وتسليمهم للسلطات السورية. يعني ماذا تقولون بالنسبة لهذه المعلومات الواردة من أذربيجان بحسب وكالة سبوتنيك؟ أخي الكريم، نحن طبعا حتى الآن هناك ادعاءات أنه مثلا أذربيجان تجي المقاتلين من سوريا ومن ليبيا لقتال إلى أراضي الأذربيجانية. أول شيء علينا أن نفهم أنه هذا الخدع من أرمينيا.
أنا سأرد على سؤالكم ليش؟ لأنه في الأراضي الأذربيجانية حتى الآن لا يوجد أي مقاتل أجنبي ولا مقاتل تركي، لأنه الجيش الأذربيجاني لا يحتاج. لكن أنا أفيدكم بأن السيد الرئيس الأرمينيا أرمين ساركيسيان في تصريحاته في قناة الجزيرة قال أنه نعم هناك في الميدان يوجد الأرمن من لبنان، من أوكرانيا، من موسكو، من روسيا ومن الولايات المتحدة، فنحن نفتخر بوجود هؤلاء. فهذا يعني احتراق جميع القوانين الدولية. لدينا لا يوجد أي مقاتل أجنبي في الميدان، فنحن لا نحتاج هؤلاء. ولكن هناك الكثير أستاذ روفيز، عذرا على المقاطعة، هناك الكثير من يعني المصادر التي تنقل، مثلا المرصد السوري لحقوق الإنسان هو تابع أيضا أو من المعارضة السورية ينقل هذه الأخبار، يتحدث أيضا عن أرقام، وكالات مثل وكالة سبوتنيك، هناك أيضا بعض المشاهد التي يتم عرضها في بعض مواقع الإنترنت ومواقع التواصل تؤكد أن هناك مقاتلين سوريين. تفضل. أنا اسمح لي أعرض. نعم، هذه الأخبار يأتي ليست فقط هي ليست هذه الأخبار ليست جديدة، يعني أنا أعلم أنه قبل بداية هذا الاشتباكات كانت وسائل الإعلام السورية أصلا يعني الروسية قد تنقل هذه الأخبار، لكن لدينا هناك موجود ثبوتا ودليلا أن هناك الحزب العمال الكردستاني ولدينا أسماءهم. ولدينا اللبنانيين الذين يقاتلون في طرف أرمينيا، حتى قتلناهم يعني أكثر من 20 قتيل من اللبنانيين الأرمن، وهناك يعني أعضاء من هذا خبر مؤكد أستاذ روفيز الإرهابية الأرمينية. هؤلاء يأتون من أجانب، ليس يعني مواطنون من أرمينيا، يأتون من برا، يعني يأتون من لبنان ويأتون من حتى من مصر. أخي الكريم، هذه المعلومة موجودة عندنا، فماذا يعني رد من طرف أرمينيا على ما نقول؟ نعم لدينا أسماءهم، لدينا صورهم، ولدينا تقارير المصورة بمقتل هؤلاء المصورة من لبنان ومن بلاد أخرى. نعم أخي الكريم.